هي واقفة لم تحس بألم ولا وجع حتى انشق البيت الحرام وتقاطعت الأنوار ووضعت بالإمام أفضل الصلاة أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. بيان صحفي من وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، وتقرر فيه الآتي: أولا، حل مجلس إدارة نادي الصفا اعتبارا من تاريخه وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياضية. ثانيا، حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى وأحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم. وتؤكد وزارة الرياضة على الجميع في هذا الصدد ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.